بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل ودائما نذكر بصاحبة التوقيت الافضل حتى هذه اللحظة اللي هي شهيرية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 6:14:93 جزمة ثانية. تهانينا لمقامه السامي. تهانينا لحمد بن راشد بن قدير الشبي على هذا التميز والتألق منذ الصباح الباكر هنا مع هذه الشاهينية التي سيطرت على التوقيت حتى هذه اللحظة. تهانينا والنموس. شوطنا الثامن شوط وداعي شعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا اليوم. شوط الجعدان المهجنات الأصايل ما شاء الله. وهناك اللي يندفع بهذه الصدارة اللي يندفع بهذا الناموس حتى هذه اللحظة صوغان لسمو الشيخ أحمد بن محمد من راشد المكتوم خراب من مطر بن علوان. وفي المركز الثاني مزعل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن يمعة مدبيلة. بينما اللي في المركز الثالث بنقول هناك اللي هو شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبيد بن صبيح. بينما اللي في المركز الرابع هناك مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن صبيح السلهود على ثالث المراكز ولا بنقول المركز الخامس عفوا لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويص. وفي المركز السادس شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير. النقله على المركز السابع هناك شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم. وفي المركز الثامن بنقول هناك نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر محمد بن رفيع. وفي المركز التاسع هناك براق للشيخ عبد الله بن صقل القازمي وملا بخش هنا ومهيض. على المركز العاشر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن حسيم. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. هكذا ايها الحضور الجميل والمميز على ارضيه هذا الميدان حضورنا الكريم هنا في ندائنا الاول المراكز العشر. ولكن اللي ما طاع يسلم ما شاء الله الجعدان مركزه موقفه صوغان سلاله تفرض وجودها حتى هذه اللحظه لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وخلف بن مطر بن علوان المدلل في عز شبابه ما شاء الله يتدلل على مضمره محمد بن عبد الله بن صبيح بشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم. يلا يا ابو عبد الله. بينما ثالث المراكز شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق مع المتألق بهذا الشعار في هذا الصباح حمد بن راشد بن غدير الشتبي. سلهود على المركز الرابع رابع مراكز اسمه شيخ احمد بن سعد المكتوم سيف بن خلفان الغويص. وفي المركز الخامس ما شاء الله اللي في المركز الخامس هناك بنقول وسادس المراكز مهيض وشاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم هو خامس وسادس المراكز. بينما اللي في المركز السابع هناك من ياتي مزع لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الدبيلي. وصل شاهين على المركز الثامن ثامن المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن ضعيف بن غدير. المركز التاسع هناك نجد لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر محمد بن رفيع هملول هملول لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. هكذا هي النتيجة ما شاء الله ما واحنا نعود الى المركز الاول. تدللوا يا الجماهير تدللوا يا محبين هذه الشعارات هنا مع مدلل بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو عبد الله على هذا الاندفاع على هذه السيطرة على هذا التألق حتى هذه اللحظة
بشعار المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، ومحمد بن عبد الله بن صبيح هو الممثل لهذا الشعار، هو المتألق مع هذا الشعار، بينما شاهين اللي في المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بين خدير وصل شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد محمد بن حزيب، وفي المركز الرابع صلهود لسمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم سيب خلفان الغويص، وفي المركز الخامس هناك مهيئ سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم. خلوني مع مهيض وشاهين، يا هل الجعدان خلاكم مهيض، خلاكم مهيض في موقف على المركز الاول، مسيطر على المركز الاول، الله يا مدلل 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 تدلل يا ابو عبد الله. شاهين ايضا يلاحق، شاهين يلاحق، يراقب الامور يراقب الامور يراقب الامور، هل المدلل ولا شاهين؟ هل المدلل ولا شاهين؟ المدلل شاهين، شاهين ولا المدلل؟ سلام يا الخوانيج، سلام لهاني زعبيل، سلام للمقام السامي سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يسعد صباحك ابو عبد الله. المركز الثاني لسيدي اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد محمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. توقيت زمني 6:22:85 جزم الثاني تهانينا والناموس لمقام سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. التهاني دائما تنوصل للمضمر والممثل الدائم لهذا الشعار محمد بن عبد الله بن صبيح الفلاسي.